سي نجيب، بغينا اخويا تقول لنا شنو نتوما كفطر، واش الماس عندها مشاكل ما عندهاش مشاكل، شنو بان لكم هذا؟ بعض المرات ما بقينا فاهمين والو في الماس، كل شيء تيتباع ما تنشري والو، ولا نتوما تايقين في الدراري اللي كاينين؟ واش غادي نقول لك، الجمهور ديما كتبقى كيف معروف عليه، كيف كان معروف عليه في المغرب كامل، ان الجمهور الحد ديالو في التشجيع. الشيء اللي كان معروف في المغرب كامل من بعد ما جات الالترا، كنهضرش هادشي دابا علينا حنا، كنهضر يعني بار ماروك، يعني من بعد ما جات الالترا ولا الجمهور عنده دور اكثر، ولا كيقدر يحاسب، يقدر يوقف في وجه شي واحد اللي يدمر الفرقه، يقدر يدير بزاف د الحوايج. باش بدور كي غتحاسب مكتب انت كالترا، فكره ديالك كي غتحاسب مكتب ولا توقف وجهه؟ توقف وجهه، تحتج عليه، حيت الفرقه في الاصل مكتب ولا رئيس ولا لعابه كيمشيو ويجيو، الوحيد اللي كيبقى مع الفرقه هو الجمهور ديما. اذا الفرقه ملك للجمهور، فهمتك؟ هذه نقدر نقول لك انا النظريه ديالنا، الفرقه ملك ديال الجمهور، حيت الجمهور هو الوحيد اللي كيبقى في الفرقه على الدوام. يعني شي حاجه اللي ملك ديالك، اي واحد غادي يضرها غتوقف له في وجهه كيف ما بغى يكون. وكاين طرق بزاف، طرق اللي هي حضاريه، ما كنهضرش عليها. كاين تقدر توصل الصوت ديالك بدي ميساج، هادشي الا كان شي صحافه اللي هي نزيهه وكتصور داك لي ميساج ديالك وتلوحهم وتبين للراي العام ولا الشعب المغربي كامل ولا الجمهور ديال كره القدم ولا الجمهور الفاسي، ان شنو كاين وشنو تيطرى داخل المغرب الفاسي. يعني مثلا حنا راه قراب للفرقه ديالنا وكنعرفوا كل شيء. نقدر نقول لك انا المشاكل اللي كاين دابا في المغرب الفاسي، حنا ما بقيناش مربعين يدينا وما كنشوفوش، ماشي مربعين يدينا وكنتفرجوا. النهار الاول ملي بغى السي رشيد الطاوسي ان سمعنا انه ما غيكملش مع المغرب الفاسي، طلبنا منه انه يجلس معنا وجلس معنا وهضرنا معاه وهضر معنا وبغينا نعرفوا علاش باغي يمشي، وقال لك وقال لنا علاش والشروط اللي عنده علاش يمشي. من بعد حنا كجمهور يعني ما نحكموش على الطاوسي بلا ما نسمعوا المكتب ولا بلا ما نسمعوا الرائد. جلسنا من بعد مع الناس من المكتب المسير المغرب الفاسي وشرحوا لنا عاوتاني شنو هي الظروف اللي كاينه وشنو وكيفاش ما يكملوش مع السي رشيد الطاوسي وشنو الاسباب اللي وقفات. من بعد ما سمعنا ان عاوتاني كاين لعابه اللي كيتباعوا من المغرب الفاسي، عاود دقينا الباب ديالهم. والمره التاليه كان جات معندهم هما، ماشي حنا اللي طلبنا منهم، يعني الرئيس و واحد اخر من المكتب. المكتب عارف بالقيمه ديال الفطال، عارف بالقيمه ديال الفطال، ماشي حيت الفطال كيف قلت لك قبيله، ماشي الفطال عارف قيمه الجمهور، حيت الفطال هي الجمهور. ولكن انتم كممثلين للجمهور، كممثلين للجمهور، علاش الفطال بالضبط؟ هذا اي واحد يقدر يجلس مع راسو ويدور الهضره في دماغه، علاش الفطال بالضبط اللي عارفنا القيمه ديالها في الجمهور؟ حيت كيف قلت لك خصك باش تكسب الثقه ديال الجمهور، باش يكون داك الجمهور موراك، كيخصك تخدم لصالح المغرب الفاسي. الا كنتي كتخدم لصالح المغرب الفاسي راه تلقائيا غادي يولي الجمهور كامل معاك ويولي موراك. وحنا راه غير كيف تنقول لك متطوعين، يعني ماشي حنا هما الفطال ولا الفطال ديالنا، الفطال ديال الجمهور كامل. اي واحد جمهور من المغرب الفاسي كيف تنقولوا مصاوي حر، الفطال راه كتبقى ديالو وحنا متطوعين، يعني كنمثلوا داك الناس غير متطوعين. يعني انفو، يعني انا هضرت راه غنهضر بسميه الجمهور، ملي نجلس مع المكتب راه ما غنهضرش بسميه اولترا باغا، حيت الاولترا راه ديال كنعتبروا حنا ديال الجمهور المغرب الفاسي كامل. والحمد لله لحد الساعه اي مصاوي حر تلقاها في صفنا ومعانا، الحمد لله. اللي كيوقف ضد المغرب الفاسي معروف، يعني اي ضد الفاطال تيغرز، اي واحد ضد الفاطال تيغرز في مدينه فاس ولا برا مدينه فاس كتلقاه من اصحاب المصلحه، اما مصلحته في شي حاجه، اما باغي يبان، اما كيف تنقولوا حنايا حقد، يعني من الجمهور عادي. يعني ما يقدر شي واحد يدابز غير مع نجيب ما يبقاش يبغي الفاطال، علاش؟ حيت التفكير ديالو محدود، حيت يسحبوا ان الفاطال هي نجيب ولا الفاطال هي سي محمد ولا الفاطال هي ايوب ولا يعني الفاطال راه ديال الجمهور كامل. اي واحد، وكيف تنقولوا ديما، اي واحد ما عجبتوش شي حاجه فينا كاين اجتماعات ديالنا مفتوحين، يجي ويقول داك الشيء اللي ما عجبوش ونبدلوه، ما عجبناش حنا نمشيو في حالنا ويكمل هو بالفطال تيجرس. كثر من هذا الشيء ما كاينش. لا ما كاينش. بالنسبه لتيفو، كيفاش تاخذوا الموضوع وكيفاش تاخذوا زعما الفكره باش تبينوها، وعلاش نقولوا نديروها في هذه المقابله ما نديروهاش في هذه المقابله؟
شنو هو باش شنو اسرعتي فخديتو وصوبته؟ نجاوبك على الاولى عاد شفتها. باش الفكره باش انك دير تيفو كاين كاين معايير، كاين كاين بزاف الحوايج، يعني ما يمكنش انا ندير تيفوف تيفوم كيف شويه حنا كنسيروا مع العقليه اللي مازال عندنا دابا. اما في الاصل، في الاصل ولا باش تكون انك اولترا انت كدير تيفو ماشي حيت هذا ماتش كبير ولا هذا ماتش، كدير تيفو جوج حوايج باش تكون تهز المورال ديال داك 11 لاعب اللي داخلين يلعبوا ويعرفوا ان الجمهور كاين موراهم، والحاجه الثانيه باش توصل دي ميساج، يعني باش توصل دي ميساج ديالك في داك التيفو. كاين دي تيفو اللي درناهم يعني كنا تنهزوا المورال للعابه، تنحفزوا اللاعبين، تنبينوا اننا كاينين، وكاين دي تيفو اللي وصلنا منهم دي ميساج واللي لقاو صدى كبير، بحال التيفو اللي درنا كونتر كوكب مراكش، يعني هذه واحد السنتين ولا ثلاث سنه ما بقيتش عاقل بالضبط. تيفو مازال عاقل، كنا درنا الخريطه ديال المغرب في هاد المرابطين اللي كانت تتمتد حتى للاندلس، ودرنا ميساج بالاسبانيه اللي هو واضح اللي هو فيه حضارتكم تاريخنا التيفو، وهذا الميساج هذا اللي هو ميساج ديال التيفو لقى واحد الصدى كبير ولف الاعلام. ومن بعد داك الشيء يعني كنا يعني درنا واحد الحفل تكريمي اللاعبين ديال الماسك قدام حنا وجمعيات المغرب الفاسي، يعني اي حاجه فيها مصلحه المغرب الفاسي حنا كنديروا فيها اليد. مزيان باش نكرموا واحد اللاعبين قدام، يعني في ذاك التكريم جات واحد الجريده مغربيه اللي كانت كتبات على ذاك التيفو وتلقات شي اتصالات من اسبانيا وما هذه، يعني جاوا وشكرونا وعطاونا واحد الكادو اللي هو الارتيكل اللي كتبوا علينا، يعني كاعتراف منهم بذاك العمل اللي درناه وبذاك الشيء اللي درناه. حنا ملي باش ما يفهمش بنادم غلط، حنا ما كنديروش حاجه ما كنديروش باش نبانو ولا باش يعترف بينا واحد اخر، ملي كنديروش حاجه كنديروها للمغرب الفاسي وكنديروها باش نكونوا مور المغرب الفاسي وباش نهزوا المورال لذاك اللعابه باش يعرفوا بان الجمهور كاين وباش نحفزوهم شويه. نعطيك واحد الملاحظه اللي تلاحظها جميع الناس ولا نقولوا جميع الجماهير فوق الملعب، هو مثلا الماس خاسره ولا الماس ما لعبش مزيان كلشي تيقلب بعض المرات سبان كلام نابي، خطاك على نقولوا مثلا بحال الجمهور الانجليز كان خاسر تيصفقوا عليه، خارجين تيصفقوا عليه، واش هادشي تيجي من عندكم حيت تسمع مجيد الفيراج؟ انا ما تقولش شي حاجه اللي ما كايناش. لا تسمع في التيران باش نكون برا اي واحد نتحدى اي حتى شي حاجه ما كتصلح 100%، يعني اي حاجه كتصلح بالتدريج. هادشي كانت الماسك كدوز غير خمسة دقائق ما شاداش الكره في شحال هذه في ملعب الحسن الثاني، كتلقى التيرين كامل ناطي تيغوت حيت مولفين بالماس ديال الماس لي فور الماس لي مزيان ما تيرضاوش. من بعد ما جات الالترا بدات كتدخل ديك العقليه ديال انك تكون مور الفرقه ديالك في السراء والضراء، تكون رابحه ولا خاسره ولا كيف ما بغات تكون تتكون انت مور الفرقه ديالك. وانا نتحدى اي واحد يقول لك ان السبان ناض من الفيراج كامل من خسرات الماس، ونعطيك دلائل لا بفيديوهات ولا بشهادات ديال اللعابه ولا ديال ولكن التقني بان انت معايا تسمع هادشي ماشي قضيه التسبان، هي التشجيع تيوقف. التشجيع تيوقف ما كيوقفش. انا قلت لك كاين عاود تفرج في المقابلات الا كان شي واحد قال لك ولا كنت كتحضر التيران راك كتشوف، متحدى شي واحد ونعطيك انا الفيديوهات ولا اللي بغيتي تشوف ان يعني في بعض المقابلات اللي الماس خاسره وحنا كنشجعوا. لا ما تنقولكش بان هذا يعني ما كنسكتوش. لا متفق معك ما تتسكتوش. يعني كنكونوا مور الفرقه ديالنا. ما تتسكتوش. يعني كيضعف شويه. انا نقول لك شنو علاش كضعف؟ حيت ما كاينش الاحترافيه عندكم ولا؟ لا ماشي هذاك ماشي كاسيون ديال الاحترافيه. هذا خاسر رابح نشجع. كنشجعوا غير شنو هو اللي كضعف؟ انا هذه الهضره اللي قلت لك في الاول، حتى حاجه ما كتجيش 100%. ولكن انتم ان شاء الله غتوعدونا بالتغيير مثلا ديما تشجع. شحال هذه؟ كان انا كيف قلت لك خمسة دقائق الماس ما كتشدش الكره كيوقع داك الشيء، دابا ولات الماس حتى كيتمارك عليها البيت عاد كيضعف ماشي كيزول. الحمد لله كيضعف شويه بشويه ما غتبقاش خاسر. الحمد لله حنا دابا خمس سنين والعام السادس حنا ماشيين فيه مازال يعني مازال الخدمه، يعني حرقنا المراحل. اللي جيت تشوف العمل ديالنا راه كتلقى اننا حرقنا المراحل، يعني وصلنا لواحد النيفو اللي الناس ضربوا سنين كبيره باش وصلوا عليه. دونك دابا ندوزو للخبر الحادث ولا الخبر اللي نايضه عليه شويه دابا الهضره شويه، الالبوم الجديد الالبوم التالي. شنو بان لك انت في الالبوم؟ عاد نقولوا شنو الناس تيقولوا على الالبوم، شحال خدرتكم الوقت الالبوم؟ شحال خدر القيمه ديالو باش تصوب؟ شحال خدركم الالبوم باش نهضر شويه نكون شويه؟ واخا
هذا الشيء كيبقى يعني اللي عنده الحق يحاسبك اللي عنده الحق يحاسبك في شي حاجه خرجتيها يعني هو منخرط معاك حتى يدي داك الشيء اللي عليه تيخصك. ولكن مهما اننا حنا هذا الشيء تنقول لك يعني ولكن مهما اننا حنا يعني كنعتبروا ان الالترا ديال الجمهور كامل تنقولوا ان الحق ديال اي واحد مصاوي يقول شي حاجه ما عجباتوش. القضيه ديال الالبوم نقدر نقول لك ان اول مره تنديروا البوم اللي تلقاو واحد النسبه ديال نسبه يعني ماشي نسبه اللي قل من 50% ما عجبهاش. انا نقدر نقول لك تنسمع 10 تيقولوا زوين وبرافو عليكم ومزيان، كنسمع جوج واحد تيقول لك وناقصه شي حاجه يعني ماشي كامل. وباش نكونوا شويه واقعيين حنا الدومين ديالنا ماشي هو الغناء، باش غادي نخرجوا شي حاجه البوم مزيان 100% مزيان ضروري ما تلقى الخلل وكتلقى شي حاجه ما مزياناش، راه حدي حاجه باينه راه غادي نقدروا نغلطوا في شي حاجه. حيت كيف تنقولوا ديما راه وحدين اللي معصومين من الخطا هما الملائكه. باش نهضروا شويه في الالبوم حنا اللي هذا الالبوم هذا اللي خلى ان ديك النسبه المئويه الصغيره اللي تقول انها ما عجباتهاش شي حاجه، انا نقول بنادم ما تفهمش ما تعرفش يوصل. اللي ضعيف شويه في الالبوم نقولها بصراحه، اللي ضعيف شويه في هذا الالبوم هذا ديالنا التالي هو الميكساج. علاش؟ انا نقول لك علاش. حيت الالبومات اللي فاتوا خدمناهم وخدموهم معنا ناس لي بروفيسيونيل اللي الدومين ديالهم هو الغناء وكيسجلوا مغنيين كبار في المغرب، والدومين ديالهم هو تسجيل الاغاني في الاستوديوات. هذا الالبوم هذا الاخر سجلنا في نفس الاستوديو، غير ان يعني الشخص اللي سجلنا ماشي هو ذاك الشخص اللي كيسجلنا ديما لي بروفيسيونيل والدومين ديالو، سجلنا واحد اخر يعني اللي نقولوا عاد بدا في هذا الدومين هذا، ضروري ما غيطلع لك شي حاجه اللي كيف طلع واحد اخر اللي احسن منه. والسبب اللي خلى اننا ما سجلناش هذاك هو الفلوس. علاش؟ حيت باش تسجل شي حاجه كاليتي مزيانه وسجلها لك واحد بروفيسيونيل وهذا تيطلب فلوس 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 بزاف. وحنا كيف كيعرف كل شيء تنمولوا راسنا براسنا. باش ما تبيعوش اون افونس الناس يعطيو الفلوس سجلوا مزيانه واعطيه الالبوم شحال تبيع مثلا؟ انا نهضر على بعثوا المبيعات يعني انا يعني باش نكونوا شويه باش واخا ما يمكنليش نقول لك الاعداد. لا ما تعطينيش الاعداد اكزاكت. انا نقول لك انا نعطيكش الاعداد اكزاكت ولكن واش مزيان ما عطيتش حتى شي عدد ولكن نقربك باش لا اله كذب صرا ربي اللي غادي يخلصني. نقدر نقول لك اننا من نهار بدينا نصوبوا لي زالبوم ولا البوم واحد ربحنا فيه. دونك تجيو واقفين تخسروا. كاين دي زالبوم اللي كنجيو فيهم واقفين ولا شي شويه يعني مبلغ ديال 50 درهم يعني فوق الربح. وكاين دي زالبوم اللي خلينا فيهم الخطير. ولكن الالبوم الاخير اللي يعني عجب كل شيء وكل شيء يقول لك في المستوى خلينا فيه الخطير يعني خلينا فيه فلوس كتساب يعني علاش الشيء اللي خلانا اننا هذه المره دي نمشيو على قدنا ودرنا وسجلنا واحد اللي سجلنا بواحد الثمن اللي على قدنا وعطينا شي عمل اللي قدنا. ما يمكنش حنا اننا يعني نتسلفوا فلوس. ملي تنقول نتسلفوا فلوس راه الدراري ديال الجروب اللي بيناتنا اللي كيسلفوا فلوس. مثلا انا غادي نكوتشي زيب واحد 1000 درهم نسلف مثلا واحد 3000 درهم. فهمت هذا يعني الدراري ديالنا ما يمكنش اننا نديروا اكثر من طاقتنا باش نرضيو واحد اخر نبقاو حنا مهرسين. ولكن عندكم مسائل متى تدخلوا الفلوس لي تيشيرت لي بيو دي برودوي وانا يعني الالبوم في حد ذاته راه برودوي الجروب يعني هو تيتعب عليكم. انا باش اسمح لي السي نجيب نكمل. تيتعب عليكم هو في الصيف تتخرجوا البيل وفي البرد تتخرجوا التيشيرت. هادشي اللي سمعناه وهادشي اللي هادي نقدر نقول لك هضره ديال واحد يعني تيقولها يعني مور ظهرك ما يقدش يقولها في وجهك حيت كذوب. فهمتي دابا التيشيرت الجديد يعني تخرج ولا مازال؟ التيشيرت الجديد يعني راه دابا يعني خدامين فيه. ديزاين تصيب كلشي تصيب كنساينو ان الشونتيو يجينا من واحد الشركه ونشوفوا ذاك الشونتيو الا عجبنا وعجب الجمهور اللي هذا راه كنجيو فرينيو وكنوريو الشونتيو الا عجبنا وعجب الجمهور راه كندفعو كيخرج ان شاء الله فوقاش توريو تقريبا. وما نقدرش نقول لك هذاك الشيء كيتعلق بالشركه حيت باش بنادم يفهم باش بنادم ما يبقاش حنا راه غير متطوعين. بنادم يسول راسو بنادم واحد السؤال بنادم يسول راسو واحد السؤال هاد الناس هادو يعني كيسول راسو ويدير لي شي يربح من هاد الشيء والو. هو باغي يعاون باغي يشري حقه والالترا ديالو راه ملي كيعاون راسو. حيت ملي كتشري برودوي وكتعاون بديك كتشري سي دي وتعاون ديك 15 درهم ديك 15 درهم راه هي اللي كيطلع بها التيفول كتفتخر به انت يعني داك الشيء كيولي لك كتعاون راسك ما كتعاونناش حنا.
حيت حنا هذا هو المشكل اللي كان باغي يعاون الماس اون جينيرال. يعني كلشي باش يعاون الماس. كنا تنهضروا في التيشير باش بنادم يفهم شنو كاين باش نقرب الناس ولا كاع الجمهور ديالنا اكثر. المشكل اللي كيكون ديما شنو هو؟ مشكل واحد. المشكل الاول اللي هو الفلوس. المشكل الثاني اللي هو يعني لمن غتبيع لا يشري منك. يعني ملي كندير انا برودوي مثلا نعطيك مثلا البوم وتنخرج مثلا 20 حبه وديك الحبه كنبيع منهم 6 7 8 الى كثر 12 وانا اقل ما يمكن لي نخرج هي ديك ال 20. فهمتي يعني كتبقى ديما انت مثلا في البرودوي ملي تمشي انت ملي تمشي تخرج انت البولو ولا هذه راه ما يمكنش الشركه غتخرج لك انت واحد 500 600 الف تخرج ما يمكنش. الشركه راه تخرجك شي حاجه كاليتي مزيانه وشي حاجه في الوقت وغتعامل معاك كانك كليون صحيح كيخصك تصاوب الالاف وباش تصاوب الالاف غتخلي فيهم خطيه والفلوس باش تصاوب الالاف في الاصل ما كايناش. وباش تقول انني انا نسلف ونصاوب داك الالاف ديال 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 داك التيشيرت ونخرجهم ونبيع ملي كتخرج تبيع كتبيع واحد العدد اللي هو محدود اللي علاش هذا الشيء في هذه المدينه هذه نقدر نقول لك ان القدره الشرائيه ديال ديال الناس فاس راك عارف فاس كيفاش دايره الاغلبيه ديال ديال الجمهور من الاحياء الشعبيه بنادم ما خدامش ولا بنادم تيقرا يعني باش تصوب شي حاجه كاليتي وشي حاجه مزيانه راه بنادم كيتقاتل باش يشري شي حاجه. متفق معك متفق معك متفق معك. ايوا سي نجيب تنشكروك وان شاء الله غادي سي سير نصادفوك مره واحده اخرى باش نهضروا ان شاء الله. وشكرا بزاف ماس اون لاين تي في تنشكرك. شكرا بزاف وانا من هنايا تنشكركم يعني الناس نقول لكم يعني باسم الترا فاتال تيغرز يعني كنوصل الشكر ديالهم عليكم وتنقول لكم يعني بون كوراج والله يكمل عليكم بخير. والصراحه يعني الناس باغيين يخدموا في المستوى ماشي مجامله ولا هذا يعني الهضره ديال الصح وكلشي كيشهد بها. تبارك الله عليكم وكيف قلتها قبيله ونولي نعاودها دابا يعني فاتال تيغرز مهما يعني انا جيت يعني من فاتال تيغرز وجلست هنا وهضرت بسميه الالترا وهذا وجيت عندكم اذا نتوما ناس اللي مزيانين يعني كون كان شفنا شي حاجه اللي بسيطه ديال ان هذا ماس اونلاين فيها شي حاجه خايبه ولا فيها شريحه ديال كنا على يقين ما كنتش غادي نجي وما كانش الالترا غادي تحضر حيت الالترا ديال فاتال تيغرز كنهضر على فاتال تيغرز حيت الالترا ديال فاتال تيغرز ديما تتقاطع الناس اصحاب المصلحه وتتكون ضد اصحاب المصلحه. اي واحد تيخدم مغرب فاسي كنجيو عنده كنرحبوا به وتنكونوا معاه. الله يبارك فيك سي نجيب الله يبارك فيك شكرا بزاف. شكرا على الشباب.